كثير هالاغنية والكليب احلى طلع كثير وهي ولا اقدم. عودة لمتابعة فقرات برنامجنا وننطلق بالمواضيع وفقرة التغذية لليوم. رح نحاول نشوف مدى ارتباط غذائنا بالحيوية بفصل الشتاء مع خبيرة التغذية سالي صوايا ونشوف بعض النصائح كمان منا. أهلا وسهلا فيك سالي. أهلا وسهلا سالي، كيفك؟ ماشي الحال، تمام. نحن كمان. شو السر أنه بفصل الشتاء منحس بهالخمول وبالتعب؟ لانه بيقصر النهار والشمس بتخف شوي، سو بنحس بالتعب وبالاحباط شوي. هو لانه الشمس بتخلي ماده السيروتونين تنفرز بالدماغ، وهي الماده بتخلينا نحس بالحيويه، سو مشان هيك نحن بنحس شوي بالتعب اكثر بفصل الشتاء. واكيد في اسلوب حياتي كمان بيساعد يحسسنا بالتعب، يعني قله النوم، قلة الرياضة، لأنه من قلة الخصية ما بنقعد ننزل على الجيم مثل ما كنا ننزل بالصيف، سو كل هيدي العوامل الستريس كله بيأثر على شعورنا طيب بالتعب. هل من عادات غذائية ممكن كمان تخلينا نحس بالتعب؟ ايه أكيد في 5 عادات بتحسسنا بالتعب. أول عادة إنه ما عم نشرب كفاية مي، مثل ما قلنا كمان بالشتاء. برافو. بس أنا على فكرة بشرب المي هون يعني بالتي في بالبيت، بنسى اشرب. بننسى كمان بالشتاء لانه ما بتحسي بالعطش مثل الصيف، بنشرب بكميه اقل، سو مشان هيك المي هو اذا بدك مثل الخلايا تبعنا مثل السمك، بيشتغلوا كثير منيح اذا كانوا موجودين بالمي، بقى كثير بتساعد على الميتابوليزم، على عمليه الايض، وبتساعد انه تحسسنا بالحيويه، لانه اذا ما شربنا كثير مي البلاد فلو او الدوره الدمويه ما بتعود كثير سليمه على الاعضاء، بتحسسنا بالكسل. وفينا ننكهها اذا ما بنحب المي كمان 100%، فينا نحط لها مزهر، موارد، عصره حامض، حيلا شيء نحن بنحبه نزيد لها اياه تنقدر نشرب تقريبا 6 ل 8 كبايات بالنهار. اوكي، هيدي اول عاده. ثاني عاده بنكون عم ناكل كتير حلويات او نشويات اللي لونهم ابيض، يعني رز ابيض، خبز ابيض، خبز عربي او باجيت مثلا ابيض. كل هيدا الشيء اذا اكلنا حلويات كثير او باستا بيضاء كله بيعلي السكر، مستوى السكر بالدم على العالي كثير، بنحس نحن بحيويه بهيدا الوقت، نرجع بيهبط السكر لتحت، مستوى كثير متدني، وبنحس بالتعب، بنحس بخمول، بنحس انه نحن بدنا بعد حلو، بنحس انه كثير هبطنا الانرجي تبعنا نزل، بتستحلي الحلو كمان كثير، بتضلك جوعانه وبتضل على بالك تلقمشي اكثر من الصيف. مظبوط، بالصيف بنلتهي شوي اكثر، يعني بالشتاء في عامل كمان نفسي، بس عم بحكي على هالنشويات البيضاء، مشان هيك الواحد اذا اخذ مثلا نحن دائما بنقول خذوا خبز اسمر محل خبز ابيض، او برغل، او حبوب شوفان مثلا الصبح، بس كرمال ليعدلوا مستوى السكر لمستوى سليم وبيعطونا طاقه لفتره اطول. طويل. اوكي. بعد ما فينا نحول على كل شيء اسمر ونتفادى الحلويات او ناخذهم بس بكميات صغيره. اوكي، ثالث عاده. ثالث عاده ما بنكون عم نغذي جسمنا بطريقه مضبوطه، في بعض العناصر اذا ما اخذناها بكميات منيحه بتحسسنا بالتعب، مثلا المغنيسيوم، كثير عم نسمع المغنيسيوم انه اذا واحد ما اخذ، ومرتبط انه اذا واحد نزل مستوى المغنيسيوم عنده مرتبط بالتعب. صح. المغنيسيوم موجود بالخضار الورقيه الخضراء، وموجود بالحبوب الكامله، يعني كمان بالخبز الاسمر وغير حبوب كامله، وموجود بالناتس او بالمكسرات. أوكي. مشان هيك حطيتهم عندي مثل الجوز، اللوز، وحتى البذور، يعني أوكي. البذر الكتان وغيره. ممكن ناخذه از سبلمنت او متمم غذائي المغنيسيوم ولا لا؟ فينا اللي عنده مستوى ستريس عالي او مستوى تعب كثير عالي، تشنج بالعضلات، ايام بيوصفوا لهم مغنيسيوم بيكون بالاضافه معه بي فيتامين، وسو حدا يعني بعد العنصر الغذائي غير المغنيسيوم هو البي فيتامينز، هي مجموعه واسعه من الفيتامينات بي، وموجوده كمان بالحبوب الكامله وبمجموعه واسعه من الاكل. هيدي البي فيتامينز بتخلينا نستخدم الطاقه اللي بناخذها من الاكل، سو بنحس بنشاط وحيويه اكثر وقت تكون موجوده بنظامنا الغذائي. اوكي. عندنا بعد الاوميجا 3، الاوميجا 3 كمان موجود بالسمك، كثير عم نسمع عنه، كمان بيساعد بعمليه الايض والحرق الطاقه السليم بالجسم، موجود اكيد بالسالمون، كمان بالجوز، بزر الكتان، تشيا سيدز، وبالبقله مثلا. أوكي. التونه المعلب كمان ممكن تاخذي نفس الفائده الغذائيه مثله مثل السالمون ولا لا؟ لا، التونه از جود بروتين سورس يعني، بس ما فيه اوميجا 3. التونه الطازه اللي نحن ما بناكله هون فيه اوميجا 3. أوكي. بس التونه المعلب ما فيه، السردين هو اللي فيه. السردين والسالمون بالساشيمي بمطاعم ممكن تلاقيه. صحيح. ممكن انك يعني يكون متوفر عندهم.
مزبوط. اوكي صرنا على رابع عاده، ونحن كثير عاده بتصير معنا نسوان اذا عندنا نقص بالحديد او فقر الدم اكيد بنحس بهبوط وبتعب كثير شديد. سو حيلا مراه او حيلا شخص حاسس انه كثير تعبان في يعمل فحص دم، يشوف قديش في هيموغلوبين، قديش في مستوى الحديد بالدم، في مقياس خاص له. واذا طلع واطي هون بننصح اكيد بمكملات غذائيه من الحديد، واكيد ندعمها بماكولات غنيه بالحديد. يعني اهم شيء اللحمه الحمراء والخضره الورقيه الخضراء والحبوب مثل حمص، فول، عدس، فاصوليا. بس اكيد دائما اذا بدنا ناخذ الحديد من المصادر النباتيه بدنا نلحقه بفيتامين سي، مصدر فيتامين سي تيعزز امتصاص الحديد بالجسم. اوكي وصلنا على العادة الخامسة ختامها مسك. أنا بدي أحكي هون عن حذف الوجبات. إذا نحن وسكيبت ميلز يعني حذفنا الترويقة أو حيلا سناك بدنا نحس بتعب لأنه مستوى السكر بالدم كمان بيهبط. سو أهم شيء الترويقة يكون فيها شيء من الخبز القمح الكامل أو رقائق الفطور الكاملة، أو يكون فيها خبز أسمر أو على شكل ساندويتش، نتفادى الأبيض مثل ما قلنا بالأول. وكل ما نجوع يعني بين الاكل والاكل مش عيب الواحد ياكل سناك بحافظ له على الطاقه تبعه، في يكون مثلا تفاحه او موزه، الموز رائع كمان ليعطي طاقه. فينا ندمج المكسرات مع الفروت، فينا ناخذ لبن بالفاكهه ندمجه كمان مع المكسرات، فينا ناخذ رايس كيكس مع لبنه، حيلا شيء من هول السناكس اللي هن مغذيين للجسم بيعطونا طاقه طويله الامد. حتى يمكن كمان سهلي الاشخاص يلي ما بيكون اكلهم منتظم يعني باوقات معينه، في اشخاص يمكن ما بيقفوا الوجبه ولكن بيتاخروا كثير لحتى ياكلوا، يعني بين الترويقه وبين الغداء بيكون في وقت كثير طويل، فهذا الشيء بخليهم انه يحسوا بالتعب كمان 100%. وهون اهميه تجي الوجبه الخفيفه اللي هي بتسد الجوع لبين ما الواحد يوصل على الوجبه الاساسيه وبتعطي العناصر الغذائيه والطاقه ليحافظ على مستوى نشاط المي. في بعض الانواع الغذائيه اللي ذكرتيها سالي مفيده للاولاد بهالفصل، أكيد. الوعي بكير على المدرسه، التعب، وكمان عم نحكي عن موضوعنا، هل في شيء نصيحه معينه ممكن ريسبي نحن نقدر نحضرها للاولاد؟ اكيد يعني مهم بالولاد اكثر مركز على اللانش بوكس لانه اللي هي السناكس اللي بياكلوها بالمدرسه كثير لها فايده لادائهم الذهني والجسدي. هون بحكي كمان انه بلش نعود الاولاد على الساندويشات اذا كان بالخبز السكوير بريد او بالخبز الباجيت او العربي يكون اسمر او قمحه كامله، بضينهم النشاط لفتره اطول. اجبين، قلبين، تركي او حبش اذا بحبوا، حمص، بينات باتر، كلهم اشياء فينا نحطهم بالخبزه ويعطوها فوايد للاولاد. طيب دائما نمرق فواكه كمان. ايه بتنصحي بمشروب الطاقه؟ نحن ما اكيد ما بننصح بالمشروب طاقه لانه بتخافي من المكونات الاخرى اللي بتكون موجوده غير عدا عن السكر. يعني السكر ما قلنا نحن الحلويات او السكر بيعلي مستوى السكر بعدين بيهبطه كثير بسرعه. نفس الشيء بالمشروبات المحلات او المشروبات الطاقه بقى فيها سكر بتعطيك انرجي كثير بترجعي بتهبطي فرد مره. بتتعود عليه يعني يوميا يمكن بتاخذ من هالمشروبات كمان. صحيح مثل ما قلتي مضره. هلا مره يوميا وصليني على حتى صار فيلي صار يعرفني صار يعرف ولا صار حط لي اياها دغري. ساندويش نصيحه اخيره سالي قبل ما نختم الفقرات؟ اكيد مع النظام الغذائي نتحرك شوي، اذا مشينا بس 10 دقائق بتعطينا طاقه لمده ساعتين. سو اذا حسينا حالنا كثير تعبانين نتمشى شوي اذا بنقدر، نعمل شوية رياضه، نشرب مي، ناكل صحي وننام منيح. ثانك يو سالي، ميرسي كثير. ويلكم. خلينا هيك نشوف السؤال اللي طرحناه عبر السوشيال ميديا شو بيقول؟ بيقول بتعتمد بعض دول العالم الفتره الاخيره على تقليل الفروض المنزليه المعطاه للتلميذ، فشو رايكم؟ خلينا نشوف الجمهور او المشاهدين شو قالوا لنا. بن جبريل جيهان بتقول انا ضد هالفكره، لا بل بالعكس لازم تكثيف الفروض. بتشكل الوجبات المدرسية، ما عجبني انا عملت يعني بتشكل الوجبات المدرسية وفروضها عبء ثقيل على التلميذ، فبعد نهار طويل امضيه بالمدرسة بيرجع على البيت ليلاقي نفسه امام كم هائل من الفروض يلي عليه انه ينهيها ويقدمها للمعلمة باليوم التالي، وهالشيء بيسبب له توتر وبيوصل احيانا لعدم قدرته على التركيز. برافو يا يوسف، معك حق 100%، انا بوافقك الرأي.
شو رايك يا سالي؟ انا كمان بوافق يوسف 100%، لانه ديجا هن قاعدين للاربعه عم يدرسوا، بعد يرجعوا على البيت يدرسوا بهالكميه، وغير ستريس هن يلي يعني بيصير عليهم، ستريس اللي بيعملوه للاهل كمان. صح، بدرس معهم. ثانك يو سالي، ميرسي كثير.